فضيلة الشيخ، أنا أعمل في مركز صحي ونصلي داخل المركز يا شيخ، بالعلم أن المسجد قريب منا، فهل علينا إثم في ذلك؟ الطبيب والطاقم الفني معنا كلنا سويا. والله الظاهر أن بقائكم في المركز أحسن، لأنه ربما يأتي إنسان على وجه مفاجئ فلا يجد أحد، فلا حرج عليكم أن تصلوا في مكانه، خصوصا وأن بعض العلماء كالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة في المسجد أفضل وليست واجبة، ولكني أرى أنها واجبة في المسجد، إلا أن هؤلاء الذين أشغالهم تأتي مفاجئة كالأطباء والممرضين وكذلك الدفاع المدني وما أشبه ذلك، هذا إذا صلوا في مكان لا حرج عليه. بس أنا يا شيخ أنا مدير المركز، يعني لو صليت برا ما علي إثم؟ أنت لو خرجت مشكلة، يمكن يخرجون ولا يرجعون.